تواصل مبادرة حياة كريمة تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة أسوان. وشهدت قرية فارس التابعة لمركز كومينبو إطلاق القافلة العلاجية التي شارك فيها 8 تخصصات إضافة لمعملية الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1219 شخصا، وصرف العلاج الذي يتوفر منه أكثر من 130 صنفا بالمجان. كشف بالمجان والعلاج بالمجان، والحمد لله رب العالمين. واحنا امبارح كنا اكثر من 1500 كشفنا، وزياده كمان نزيد، وذاك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كل ده تخفيف من معاناه على المواطنين في الظروف اللي احنا عايشينها حاليا، انها توفر لهم العلاج وجميع التخصصات وصلت لهم لحد المكان. نشكر الرئيس ونشكر الحكومه ونشكر الاطباء اللي وصلوا عندنا هنا في القافله الكبيره دي اللي جابوها هنا عندنا في فارس، والحمد لله نعم من نعم الله.